ينضم معنا من ضم معنا ضيفا في الاستوديو الاستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك استاذ نظير معنا. حياكم الله. ونرحب ايضا من بغداد الدكتور عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور عبد السلام. اهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا بكم ضيفي الكريمين. ابدا معك استاذ نظير الكندوري. نبدا من اعلان حظر التجول في العديد من المحافظات في العراق تزامنا مع فتح ميليشيا العصائب النار الرصاص الحي على المتظاهرين، ما ادى الى مقتل الكثير وكذلك جرح الكثير، اكثر من 2000 عراقي جرحوا في تظاهرات اليوم. كيف تراقب زخم التظاهرات في ظل هذه الظروف؟ يعني ما أراه وجميع من يراقب ما يحدث اليوم، يعني هذا اليوم كان رفع يعني الغشاوة عن الجميع بأن كل الذي أطلقته الحكومة من وعود للمتظاهرين بالتعامل الرحيم وابتعاد عن عنف ما هو إلا زيف. الحقيقة منذ اليوم الأول، منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، تم استخدام العنف وسقط عدد من الشهداء والجرحى. هذا يدلل على أن لا مصداقية لأزلام النظام ولا مصداقية لهذه الأحزاب التي تقود هذا النظام، والحبل مفتوح على الغارب للميليشيات تقتل ما تشاء. أخي الكريم، أنا معلومات تصلني من يعني من الناصرية نفسها، يقولون أن من يقوم بالقتل هي ميليشيا عصائب الحق، ما يسمى بعصائب الحق، وتقوم بهذا القتل بدون أي تدخل من قوة أمنية أو ما تسمى شرطة وجيش. ناهيك عن أنه هذا الأمر سوف يعني يكون متسلسل، يعني نحن في اليوم الأول وعدد الشهداء تجاوز 25 إضافة إلى يعني الآلاف من الجرحى، فكيف بغدا وبعد الغد والأمور مستمرة؟ نحن أمام حالة بأن الشعب العراقي وشبابه مصرين على الاستمرار في هذه التظاهرات إلى أن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم. بالمقابل النظام العراقي مصر على استخدام العنف وآلة البطش بالمظاهرين إلى الحد الذي يعتقد أنه يعني يدافع عن وجوده، يعتقد أن هذه التظاهرات هي تمثل نهاية لنظامه. والحقيقة هكذا المتظاهرون لا يرضون الآن بأقل من أن يزال هذا النظام، لا يرضون بأقل من أن يستبدل هذا النظام بنظام آخر. الآن المطالبات اختلفت، يعني هي بدأت بمطالب يعني خدمية في البداية، ثم تحولت إلى مطالب بإسقاط النظام، ثم الآن المتظاهرون يرفعون الصوت بالتدخل الدولي للحظر على هذا النظام. الآن النظام فاقد للأهلية وهو يحاول أن يستخدم البطش في أبناء الشعب بكل وسيلة يعني موجودة عنده، وبالتالي يجب الحظر على هذا النظام من قبل المجتمع الدولي، وإلا فإن المجتمع العراقي الآن أسير لهذا النظام ويظل مسلسل الدم يعني مستمر في أبنائه وفي شبابه. نعم دكتور عبد السلام، يعني في مشهد من مشاهد التظاهرات وجدنا متظاهري ساحة التحرير ينهالون بالضرب على الميليشياوي أبو عزرائيل. هذه الحادثة إلى أي مدى تؤكد رفض المجتمع العراقي لجرائم وسياسات هذه الشخصيات الطائفية التي حاولت ميليشيات الحشد أن تروج لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولضيفك العزيز. حياك الله. أخي العزيز، أنه أبو عزرائيل يمثل رمز من رموز فصائل الحشد الشعبي، واستخدموه يعني الفصائل الحشد الشعبي استخدمت هذا الشخص لأن يكون عنصر قاسي يخوفون به المجتمعات اللي دخلها الحشد. نعم. ومن خلال بث تسجيلات هذا الشخص وكلمته المشهورة أنه يطحن الناس طحن، وخاصة جماعة السنة في هذه المجتمعات، لذا شمل هذا الطغيان والظلم الكثير من الناس. هذا الشخص مروج للحشد وللميليشيات، لذا المتظاهرين طردوه من ساحة التحرير. نعم. واعتبروه واحد من رموز وأدوات الميليشيات. أما لماذا طردوه ولماذا ضربوه بهذه الطريقة؟ فإنه قام بإسكات بعض المتظاهرين اللي ينادون بإيران برا برا، وضافوها اليوم في مظاهرات هذا اليوم سليماني برا برا.
هذا يعتبر نفسه من أتباع سليماني وجند الأوفياء الأمناء الموجودين في الحشد الشعبي. فلما اعترض على المتظاهرين قام بمحاولة لإسكاتهم، ولكن المتظاهرين لم يسكتوا، فقاموا قامت مجموعة من المتظاهرين بضربة وطردة من الساحة. أما إذا أردنا أن نتحدث عن مندسين فهذا هو واحد من المندسين بين المتظاهرين لكي يروج للحكومة وللميليشيات ولسليماني في المظاهرات. ابقى معنا أستاذ دكتور عبد السلام ياسين. سؤالي إليك أستاذ نظير الكندوري، فريق الرصد في مفوضية حقوق الإنسان في العراق أيضا تعرض للاختناق بالغازات المسيلة للدموع في بغداد في وقت تأكد يعني وفاة العديد من المتظاهرين بسبب الرصاص الحي وبسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع التي اخترقت حتى رؤوس المتظاهرين السلميين. ولكن بالأمس تحدث يعني عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي عن إنزال فرق حفظ النظام وهي فرق مدربة للتعامل مع المتظاهرين على عكس القوات المسلحة. لم نشاهد هذه الفرق المدربة، يعني حقيقة لا أعرف ماذا أصف تصرفات الأجهزة الأمنية، يعني حتى يعني قمع المتظاهرين بطريقة حضارية لا يستطيعون أن يفعلوها، لا عندهم نجاح يعني اقتصادي ولا سياسي ولا حتى في العنف ضد المتظاهرين لديهم أسلوب ربما نستطيع أن نقول له حضاري، يعني يقتلون الناس بقنابل الغاز. يعني أنا رأيت فيديو، يعني سبحان الله، يعني فيديو مؤلم جدا بحيث أن قنبلة الغاز اخترقت جمجمة أحد المتظاهرين. بالأساس هي إكسباير، يعني منتهية المفعول. نعم، يعني الاستهتار بأرواح الناس، استهتار بكل شيء. يعني هم قالوا لهم يعني لا تضربوا المتظاهرين فأخنقوا الناس بالغازات، يعني ملأوا الساحات بالغازات بحيث أن بعض المتظاهرين ماتوا من شدة الاختناق بسبب هذه الغازات. يعني لا أعلم كيف يعني مثل هكذا نظام يعني يتاح له التصرف بحياة الناس بهذا الاستهتار وبهذا الشكل. وربما يعني نشهد شيء آخر، فقط أنا أريد أن أركز أن في حالة استمرار المتظاهرين وهذا ما سيفعله المتظاهرون، الردود الفعل يعني القوية من النظام ربما ستكون في الأيام اللاحقة، سيعمدون على موضوع الانفلات الأمني، وعلى اعتبار أن هذه الرسالة من النظام بأن هذا الانفلات الأمني هو نتيجة للتظاهرات وليس من سيقوم به هو النظام وميليشياته والحشد الشعبي، هم من سيقومون بهذا الانفلات الأمني ليوصول إلى حالة بأن تظاهراتكم يا شعب هو الذي أوصل هذه الحالة من الانفلات الأمني. لذلك أنا أحذر الشباب أن يبقى على سلميته وأن لا يعطي الفرصة لهذا الانفلات وأن لا ينجروا لمحاولات جرهم إلى العنف، يعني يحملون السلاح، وهذا أمر خطير إلى أن يعني يلتفت المجتمع الدولي إلى المأساة التي يعيشها الشعب العراقي. نحن يعني هناك مهمة كبيرة على الإعلاميين، على المثقفين، الأكاديميين أن يوصلوا صوتهم إلى يعني الرأي العام الدولي من منظمات وحكومات، يجب أن تقول قولتها بما يحدث بالعراق، يجب أن يكون هناك على الأقل يعني اعتراض على هذا البطش بالشعب العراقي. النظام العراقي إذا لم يعني يتم تهديده من قبل يعني المجتمع الدولي سوف يستمر بهذا سفك هذا الدماء، والآن الكرة في مرمى المجتمع الدولي، هل يتخلى عن الشعب العراقي وهو يقتل يوميا؟ هذا يعني مسألة أخلاقية يجب أن يتعاملوا بها من باب حقوق الإنسان. طيب دكتور عبد السلام، يعني رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن أنه سيجري في الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيد عن قواعد المحاصصة الطائفية التي عرفها العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003. ما الذي كان يمنعه من ذلك عندما استلم منصبه وتعهداته حينها بذات وتعهد في تلك الفترة بذات التعهد الذي تعهده اليوم؟ وهل ستقبل الأحزاب بذلك أم لا؟ سيد العزيز، كل المجتمع العراقي يعلم أن عادل عبد المهدي شخص ضعيف أمره ليس بيده. قبل أيام قام وعلى عجالة بتعيين وزراء للصحة وللتربية وعلى أساس أنه يغير ثلاث وزارات أخرى، وكنا رأينا هاي المسرحية في البرلمان.
فهو هل قادر فعلا على انه ياتي باشخاص جديرين يعني جديرين بان يستلموا الوزارات؟ وانا الصراحه اعطيك مثل وللاخوه المستمعين والمشاهدين. نعم. قبل ايام عين وزير للصحه. نعم. هذا وزير الصحه هو حاليا يسكن في بريطانيا، لم يدخل ولم يرى العراق منذ 40 سنة، وأيضا لا هو نفسه الشخص لا يعرف أمر تعيينه، فكيف تم تعيينه وزير للصحة؟ هذا واحد من الأمثلة اللي راح أعطيك إياها على تعديلات ووعود عادل عبد المهدي. نعم. عادل عبد المهدي مرتهن وأسير عند الأحزاب اللي أتت به ولا يستطيع تنفيذ تعهداته إلا من خلال هاي الأحزاب، والأحزاب مصرة على حصصها وتعيين من تريد، وتصور أن هذا الوضع، وبعض الأحزاب لا زال يعني تصور حتى إحنا الآن في هذا الظروف والأحزاب تناقش المناصب والدرجات الخاصة وكم سيحصل وكم سيكسب، ولا أهمية له للدماء العراقية. أستاذ نظير الكندوري، يعني هتافات المتظاهرين ضد إيران تتصاعد يوما بعد يوم ضد النفوذ الإيراني في العراق، كيف تقرأ ذلك؟ يعني الجميع يعلم، سواء الشعب العراقي أو حتى هم رموز النظام والمجتمع الدولي، يعرف أن الحالة المأساوية التي وصل إليها العراق هي بسبب النفوذ الإيراني. النفوذ الإيراني متغلغل في يعني المؤسسة السياسية، المؤسسة العسكرية، ووصل حتى إلى المجتمع العراقي وفرق بين طوائف وقوميات، ووصل إلى حالة مزرية. من السبب في انتشار المخدرات؟ من السبب في الفقر الذي يحدث؟ ما السبب في انهيار الزراعة والصناعة بسبب هذا الضخ والانفتاح السوق العراقي على البضاعة الإيرانية؟ كلها جراء الـ يعني التدخل الإيراني. نعم. لذلك عندما ترفع شعارات إيران تطلع برا، أو الآن حتى سليماني يطلع برا، هذا دليل وتعبير واضح من الشعب العراقي على رفض النفوذ الإيراني. بل هناك وسائل تعبير للشعب العراقي ظهرت من خلال مهاجمة مقرات الأحزاب والميليشيات، على اعتبار أن هذه أدوات من أدوات النظام الإيراني يسيطر بها على المجتمع العراقي. لذلك النظام الإيراني وأدواته من أحزاب وميليشيات هي مرفوضة من قبل الشعب العراقي، وكانوا يدلسون على الناس بأن إخواننا الشيعة هم يعني الحاضنة الشعبية لهذا النفوذ الإيراني. نعم. والحقيقة غير ذلك. الآن الانتفاضة في معظمها من 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 شعبنا من الشيعة، هم رافضين لهذا النفوذ الإيراني وهذا التدخل الإيراني السافر بالحياة العراقية والمجتمع العراقي. المجتمع يعني النفوذ الإيراني مهما زاد في التدخل في العراق، هذا سيؤدي إلى انحدار المجتمع العراقي، ضعف البنية للدولة العراقية، وهذا هو الهدف الحقيقي من هذا التدخل. إيران هكذا تريد. أثبتت هذه الانتفاضة أنه لا محاصصة ولا طائفية بين فئات الشعب العراقي. بالفعل الشعب العراقي موحد، المحاصصة هي في عقول هؤلاء السياسيين. دكتور عبد السلام، بالتزامن مع هتافات المتظاهرين في العراق ضد إيران، وجدنا هنالك تضامنا شعبيا في تظاهرات سوريا ولبنان مع المتظاهرين في العراق، ألا تعتقدون أن هذا الأمر يمثل فشل لأطماع إيران في المنطقة؟ نعم سيدي العزيز، المشروع الإيراني أصلا فشل بالعراق وفي لبنان من خلال فضح ممارسات إيران وممارسة أتباعها في هاتين الدولتين. نعم. لو نلاحظ حزب الله في لبنان أخذ الدولة اللبنانية أسيرة، والأحزاب والميليشيات في العراق فعلت نفس الشيء. إيران لا ما تهمها مصلحة أي عراقي أو لبناني، هي فقط تريد أن يكون العراقيين واللبنانيين جسر ووقود لتنفيذ أجندتها وسيطرتها على المنطقة. وراح أعطيك مثل بسيط. الخراب الذي حل بالعراق قبل أيام وقبل أسابيع وأيام بقصف مخازن السلاح والعتاد بالعراق، السلاح والعتاد اللي خزنته إيران في العراق أكثر من مرة، هل رأيت تحرك إيراني بالدفاع عن العراقيين عن هذه المخازن؟ فهم وإيران أصبحت تساند أتباعها والموالين لهم وتبتهم فقط بالأسلحة. نعم.
لم نرى إيران تمد العراق ولبنان بتكنولوجيا ومعلومات ببناء الأوطان. ابقى معنا أستاذ. فقط تحرص على القتل وسفك الدماء وهي لم تخطر شيئا. نعم أستاذ نظير الكندوري، يعني خطاب المرجعية واتهامها للمتظاهرين بشكل غير مباشر باللجوء إلى العنف، يعني كيف تصف موقع المرجعية مثلما البعض من المراقبين يصف هذا الموقف بأنه يقف في المنتصف ما بين الضحية والجلاد، والبعض الآخر يرى أنه إلى جانب الجلاد ضد الضحية، كيف نعم تصف؟ نعم يعني حقيقة أنا يعني خطبة الجمعة للسيستاني اللي ألقاها يعني ممثل له يعني تفاجأت، أنا توقعت أنه سيمتعض بشدة من تقرير اللجنة الذي نشر قبل يومين، وإلا هو يعطي توصيات بأنه يجب على المتظاهرين أن لا يقوموا بالسرقة وبالسلب والتخريب والنهب، حتى هذه المفردة أن لا يقوموا بالنهب، يعني بمعنى أنه هو يتهم المتظاهرين بأنهم مخربين وسراق وناهبين وهم من يعتدون على القوى الأمنية، لذلك هو يوصيهم بأن لا تعتدوا على القوى الأمنية لكي القوى والأجهزة الأمنية لا تعتدي عليكم. وهو المتحدث باسم المرجعية. نعم نعم يعني نعم. كيف مرجع ديني ويقلدوا كثير من الناس يخاطب الجماهير بهذه الطريقة ويحملهم مسؤولية، يعني عدد القتلى في التظاهرات التي في بداية هذا الشهر والآن في اليوم الأول من التظاهرات 25 تشرين يعني لا يتصوره يعني عقل، ومع ذلك يحمل مسؤولية للشعب الأعزل. ماذا لديه المتظاهر غير قنينة الماء؟ ماذا لديه؟ ويعني الفيديوهات توثق الجرائم التي تقترف بحق هؤلاء المتظاهرين ويعرج عليهم بأنه لا تستخدموا العنف ضد الأجهزة الأمنية، هذا يعني استخفاف بحياة الناس واستخفاف بعقول الشعب العراقي. ما الذي يجعله يتحدث دفاعا عن القوات الأمنية؟ نعم هل هو حرص على حفظ الأمن مثلا؟ لا ليس ذلك، يعني هذه المرجعية تعتقد في قرارة نفسها بأن سقوط هذا النظام هو سقوط لها، لأن هي المرجعية الآن متحكمة تقريبا بالعملية السياسية وهي بالمشاركة مع النفوذ الإيراني، وبالتالي فإن سقوط مثل هكذا نظام ستسقط هذه الرموز العفنة التي يعني دعمت النظام العراقي، ليس هو فقط، كل المراجع. في اليوم الذي سبق يوم 25 يعني أقصد يوم ليلة يعني 25 بالليل، التيار الصدري يعني أتباع احتلوا ساحة التحرير لسحب البساط من المتظاهرين الحقيقيين من الشعب العراقي، وبالنتيجة عندما أصبحنا في يوم 25 اكتسحت الجماهير كل هؤلاء واكتسحت المتصيدين بالماء العكر ومن يريد أن يركب موجة التظاهرات. الآن الشعب العراقي هو الذي يتظاهر، لا حزب فلان ولا تيار فلان ولا مرجعية فلان، الآن الشعب العراقي يريد أن يصفي حساباته مع هذا النظام الذي أجرم بحقه لمدة 16 سنة، والمرجعيات التي تدافع عنه طيلة هذه السنين. لم يعني السيستاني الذي يقول أنا أفتي والجميع يعني ينفذون، لماذا لا يفتي بنهاية الفساد بفتوى من عنده؟ ممكن يقيل رئيس وزراء ويقيل وزراء، ليش ما يفتي بنهاية هذا الفساد وهذا القتل بحق الشعب العراقي؟ هو لديه القدرة على ذلك، لكن بما أنه لا يفتي بذلك معنى أنه هو وغيره من المرجعات مستفيد من هذا الفساد. طيب. الموجود بالنظام العراقي. طيب دكتور عبد السلام، مرة أخرى الأمم المتحدة والأسرة الدولية تترك العراق وحده، لماذا يتعامل أو لماذا يتم التعامل مع العراق بهذا البرود مع ما يجري فيه، ولماذا يرفض المجتمع الدولي أي تغيير شامل للنظام السياسي في العراق مع أنه يعلم جيداً فشل هذا النظام وفساده؟ جوابا على سؤالك أخي العزيز، هذا في جانبين، الجانب الأول وهو بشكل مختصر وهو فضح النظام على أساس أنه ديمقراطي اللي أتت به أمريكا، وكي يقولوا للشعوب هم وللعالم أنه تفضلوا هذا هو النظام الفاسد والفاشل اللي أتت بهم أمريكا من كل شوارع العالم ليحكم هذا البلد وهذا النموذج. أما بالنسبة للشق الثاني أو الوجه الثاني، المجتمع الدولي يتعامل أخي العزيز حسب مصالحه، الأمر اللي يجد فيه مكاسب أو منافع فإنه
يتكلم به. أما إذا لا توجد مكاتب ولا منافع ولا يشكل خطر عليه فإنه يركنه جانب. وأعطيك مثال جدا بسيط، قبل أيام عندما دخل رجب طيب أردوغان إلى سوريا لإبعاد خطر بعض المنظمات اللي يعتبرها إرهابية ولخلق منطقة اللي حصل، نلاحظ أن كل الأطراف المتنفذة بالعالم لأنه ما صرف الآه طلع صوت. أما في العراق إذا يصبح العراقي أو ياسين يا حبذا لو لو نبقى ضمن إطار الموضوع، موضوع التظاهرات، يعني في سؤال أخير اسمح لي أن أتوجه به للأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، تتوقع في قابل الأيام، في مقبل الأيام، أن تكون هناك محاولات جديدة لركوب موجة التظاهرات من قبل التيار الصدري أو من قبل بعض من حزب الدعوة؟ نعم، أنا يعني الآن من خلال منبركم الكريم يعني وجه خطابي إلى الشعب العراقي وإلى الثلة الواعية من الشباب العراقي. يعني ما دمتم أنتم مستمرون بتظاهراتكم سوف تكثر المحاولات لسرقة هذه الانتفاضة وهذه الثورة، وبالتالي ستتغير وجوه ويبقى النظام على فساده يعني إلى ما شاء الله من السنين. لكن أنا ما أقول، يجب على المتظاهرين منذ الآن أن يختاروا من بينهم لجنة أو مؤسسة أو تنسيقية تتحدث باسمهم، يعني مؤلفة من أكاديميين، من يعني أصحاب رأي، من إعلاميين، من شيوخ عشائر، من يعني أعيان المجتمع العراقي، يتحدثون باسمهم ويطالبون بحقوقهم، يتحدثون ويتحاورون مع المجتمع الدولي، وإلا فإن تضحياتكم ربما ستذهب سدى ويغتنمها تيار فلان وتيار علان. لذلك يجب أن يكون لكم تمثيل يعني سياسي يتفاوض مع المجتمع الدولي لإزالة هذا النظام وإقامة نظام سياسي جديد منبثق من الشعب العراقي. وإلا فإن هذه التضحيات ستذهب لا سامح الله سدى. ولذلك يعني هذا يعني الشباب العراقي ليس يعني لا يغفل عن مثل هكذا أمر، ويجب أن يرتب صفوفه وينتخب من يمثله يعني يوصل ما يطلبه ويوصل يعني أمنياته وطموحاته بالمجتمع الجديد إلى يعني القوى الفاعلة بالعالم وإلى من يعني يستطيع أن يكبح جماح النظام العراقي ومن خلف إيران. هذا يعني مهم جدا أنا برأيي. هكذا نصل لختام هذا اللقاء في استوديو الرافدين. الشكر للدكتور عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي الذي انضم إلينا من بغداد عبر الهاتف، وأيضا أشكر ضيفنا داخل الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير كندوري. شكرا لكم. شكرا لكم.